أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول: امرأة أسقطت بعد شهر من حملها ولم تدري أن الطبيب ولم تدري أنها أسقطت، بل ظنت أنها الدورة الشهرية، وعندما رجعت الطبيبة أخبرتها أنه سقط، فما حكم الصلاة التي فاتتها؟ هل تقضيها؟ نعم لا بد من القضاء. إذا سقط الطفل أي الحمل قبل طور المضغة فإنه لا عبرة بالدم الذي يترتب على ذلك، لأنه نزيف وليس نفاسا، ليس نفاسا. إذا سقطته في خلال 40 الثانية إلى 80 يوم هذا كله الدم لا حكم له، إنه نزيف ولا تترك الصلاة، ومن تركتها فإنها تقضيه. أما إذا دخل في 40 الثالثة دور المضغة وصار فيه خلق إنسان، تبين فيه خلق إنسان، فإن الدم الذي يأتي بعد سقوطه يكون نفاسا. نعم.